نهاية مهمة النهاردة اللي سميناها الضغط بيجيب سرطان. عايزة أوجه سؤال لأي دكتور خالف ضميره، سواء في موضوع حلقة النهاردة أو غيره، لأننا هنقابلهم كتير قدام. أنت إزاي تضحي بمكانتك اللي هي أسمى مكانة بين البشر؟ إزاي تتحول بدل ما تساعدهم تعيهم؟ أسماء الأدوية كلها المحظورة أنا خايفة بس هنطقها غلط فلخبط الناس، فهنحطها حالاً على صفحتي اللي اسمها منى عرائي بالعربي بالإنجليزي، بتاعتي على الفيسبوك وبتاعت النهار كمان، عشان الناس مش ناقصة، لأن كل همنا صحتكم. بس زي ما احنا مش عايزين حد يلعب بصحتك، برضو اوعى تسيب حد يلعب بدماغك. ممكن كل ده يطلع لعب مافيا الدواء، وخصوصا مع تقدم العلاقات بين اغلب الدول العربية الفترة اللي فاتت ومنهم مصر مع الصين، واتجاههم ناحية الشرق عموما ردا على التوغل الامريكي والاوروبي. هنا ندي العيش لخبازينه بقى، ونفتكر كلام عالم السياسة سامويل فيليبس اللي كان أستاذ في هارفرد لمدة 58 سنة، شرح في مستقبل العلاقات الدولية، قال الصراعات القادمة مش هتكون بسبب اليمين واليسار، لا، أو الأيديولوجيات عموما، هتكون بسبب الصراع بين الثقافات. وكان أكتر حاجة بتزعجه كسياسي أمريكي هو الحضارات الشيوعية والحضارات الإسلامية. في ده قال أنا متخوف جدا من أي تحالف مستقبلي بين الصين والدول العربية والإسلامية، ووصفه بأنه هيكون أسوأ تحالف اتعمل ضد الغرب، وأن التحالف ده وارد جدا ينهي أسطورة الهيمنة الغربية على الشرق. كلام كبير قوي، دماغي لفت. يعني ده كله ممكن يكون مقلب من الاتحاد الأوروبي في الصين؟ وارد. تيجي ست غلبانة تقول لي يعني أنا دلوقتي أخد دواء الضغط ولا طلع بيسرطن ولا مش بيسرطن؟ أرد عليك، لو 1% إن الدواء ده يكون فعلا بيسرطن لازم نحميكي منه، ولازم قرار وزير الصحة يتنفذ والصيادلة يلتزموا بيه، لأن حياتنا وصحتنا غاليين. أما السياسة وألعابها هنسيبها لناسها، عشان كده الله الوطن المهم.